السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج رمضانيات. احنا اليوم متواجدين في مركز حفظ النعمة. مركز حفظ النعمة يقدم خدمات جليلة خلال شهر رمضان مقدمة من المساهمين والمتبرعين. خلونا نشوف آلية عملهم وكيف طريقة التوزيع لإيصالها لمستحقيها. حياكم معي. وفي مركز حفظ النعمة يعني في متطوعين دائما نشكرهم ودائما نقول جعلهم في ميزان حسناتكم. أحد المتطوعين نبي نسأله ما هي طريقة عمله أو آلية عمله. حياك الله يا أخوي. الله يحييك. نتعرف يا عليك في البداية. أخوك عبد الرحيم عبد الغني. يا مرحبتين. متطوع في المركز. أخوي عبد الرحيم، قول لي ما هي طبيعة التطوع لديك؟ أول شيء إحنا جزاهم الله خير الأخوة في مركز حفظ النعمة يقدمونا الوجبات. إحنا نجي هنا نستلم الوجبات نوزعها على الأسر المتعففة. أنا أوزع في منطقة الوكرة على الأسر المتعففة وأحياناً على العمال بعد. نعم، تيجي تلقى الوجبات جاهزة. الوجبات جاهزة وتمام ما نعم. في شيء. كم توزع من الوجبات يومياً؟ أنا كل يوم 50 وجبة أخذ. 50 وجبة. 50 وجبة. يعني ل 50 أسرة؟ إيه 50 تقريباً 45 أسرة وخمسين 15 عامل. نعم. طيب نوعية الوجبات اللي توزعها؟ والله يوم لحم ويوم دجاج. يوم لحم يوم دجاج نوزع عليهم. أنت تكون موجود في المركز حتى تلحق الوقت قبل الفطور؟ إيه أكون موجود أستلم الوجبات وراح أوزعها. الساعة كم تقريباً تكون في المركز؟ هني أكون الساعة 3:30 تقريباً. ومتى تطلع من المركز؟ أطلع هني الساعة 4. الساعة 4 أستلم الوجبات وأحرك على طول. راح أوزع الوجبات. نعم. قبل المغرب أكون موزع الوجبات كلها على المستفيدين منها إن شاء الله. أنت فقط توزيعك في الوكرة أم تتجه أماكن أخرى؟ لا فقط في الوكرة. بارك الله فيك ونشكر لك هذا التطوع وايضا جزاك الله خير وجعلك في ميزان حسناتك ان شاء الله. والجماعه في مركز حفظ النعمه بعد مطبقين الاجراءات الاحترازيه كامله ما قصروا جزاهم الله خير. الله يكتب اجرهم ان شاء الله. اللهم امين. الله يكتب اجر الجميع. امين امين. شكرا جزيلا لك. وياك. اذا ما زلنا في مركز حفظ النعمه راح نشوف اليه ايضا تغليف الوجبات وفرز الوجبات وايضا دخولها الى السيارات حتى تصل الى مستحقيها. تسوي في المركز حفظ النعمه؟ الله يحفظك. احنا معنا والله في 17 عامل بناخذهم 17 وجبه فباقي هنا كل يوم في الوقت ده يعني بستلم 17 وجبه اليوم يعني 17 وجبه. عمال؟ عمال. طيب عمال. ما اتجهت للاسر؟ هناك اسر ايضا؟ والله انا اللي هم في المحيط بتاعي عمال ما حدش في هو الدكتور سالني قال لي فيه اسر لو فيه اسر قلت له ما عنديش اسر بصراحه في المكان اللي فيهم بقول لك عمال. 17 عامل 17 وجبه. نعم. تقدر تزيد عدد العمال ولا صعب؟ يعني تقدر تاخذ مثلا 20 عامل لو زاد لازم اسجل الاول بسجل بتسجل بسجل الاول انا اليوم اصبحوا 20 مثلا لازم اسجل قبلها. طيب انت الان جاي تاخذ لي 17 شخص ماذا تعني لك يعني هذه المشاركه انك توصل هذه الوجبات لمستحقيها؟ والله طبعا الواحد اول شيء الواحد يعني اسجلت لهم التماسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره فده طبعا ده الواحد بينتظر اجر من الله عز وجل يعني. نعم. الواحد بيشارك توصيل هذا الخير للناس فالاجر من الله عز وجل وهم جزاهم الله خير ما بيوصلهم بصراحه. الوجبه بتكون متكامله نصف دجاجه الرز العصير التمر الماء وحتى الماء والعصير بيكون ما شاء الله بارد يعني طالع نعم. من المبرد فبيكون ما شاء الله يعني الوجبه متكامله. نعم احنا نشكرك جزيل الشكر جزاك الله خير التوفيق ونتمنى ايضا من رب العالمين القبول. شكرا جزيلا الله يحفظكم يا رب كل عام وانتم بخير وانتم بصحه وسلامه. شكرا جزيلا. اذا راح نشوف ايضا يعني اشخاص ياتون يوميا لاخذ هذه الوجبات لمستحقيها. كم وجبه تاخذ في اليوم؟ اليوم بس 10. 10؟ 10 حق 10 اشخاص. 10 بس. زين وين تودونها؟ حق عمال ولا حق فاميلي؟ عمال صديق كل أساسه. 10 كل يوم 10 ولا تقدر تزيد؟ لا 10 بس. بس 10 كافي لكم كلكم؟ إن شاء الله كافي. أنت ودريفر أيوة هذا أمال هذا في صديق كل أساسه كافي. إذا يبي زيادة يعطونك زيادة؟ سيارة. إذا أنت تبي زيادة حق عمال 15 تقدر تاخذ ولا؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة. مشكور يا أخوي. شكرا. رمضان كريم. رمضان كريم. أيضاً أحد المتطوعين أو أصحاب المطاعم اللي يومياً تنزل هذه الوجبات خلونا نشوف
ايضا وجباتهم. حياك الله يا اخوي. الله يبارك فيك يا اخوي. رمضان عليك مبارك. مبارك علينا وعليك، السنه سعيده ان شاء الله. الله يبارك. شو الانواع او الوجبات اللي نزلت اليوم؟ اليوم نزلنا دجاج مدفون على العيش يسمى البشاور. طيب الوجبة فقط رز ولا هناك أيضا لبن وعصير و... هو مطلوب منا أن وجبة وصوص ماشي، وهم عندهم هنا أماكن أخرى بتكمل الوجبة عبارة عن لبن وتمر ومية وحاجات زي كده. نعم. بنكمل بعض لما نوصل الوجبة كاملة للشخص المستهدف يعني. نعم. ولما توصل هذه الوجبة للشخص المستهدف، ما هو الإحساس وأنت تخدم هؤلاء الصيام؟ والله في الشهر الكريم يعني حاجة يعني بتريح قلوبنا يعني صراحة، وما فيش أفضل من إطعام صائم في الفترة دي يعني، وربنا يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله. اللهم آمين. الله وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم أيضا صالح فيك. الأعمال. الله يبارك في عمرك. الله شكرا يبارك جزيلا الله يبارك شكرا فيك. جزيلا. إذن هذه الطباعة الطيبة في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان أيضا المتطوعين ودائما مواطنين ومقيمين يقدمون الخدمات للصائمين في هذا الشهر الكريم. ومن ضمن زيارتنا إلى مركز حفظ النعمة هذا المخزن اللي لفت نظري فعلا فيه الحبوب وأيضا الوجبات الجافة والمعلبة، من ضمنها الزيوت وأيضا الحبوب والفول الحليب العدس المكرونة السكر كثير من الأشياء، بالإضافة إلى ثلاجات لحفظ اللحوم والدجاج المثلج. إذا تكلمنا عن المراكز اللي تقدم الخدمات خلال رمضان، لابد أن نذكر مركز حفظ النعمة. يسرنا في هذا اللقاء ألتقي مع أخوي يوسف عبد الله الخليفي مسؤول العلاقات العامة في حفظ النعمة. أبو عبد الله نقول لك مبروك عليك ما تبقى من الشهر، وكلمنا عن مركز حفظ النعمة. مركز حفظ النعمة طبعاً هي في البداية كانت مبادرة، وهذه المبادرة انشأت في عام 2008. بعدها طبعاً هذه المبادرة صارت قسم داخل مركز عيد الاجتماعي التابع لمؤسسة عيد الخيرية. مع السنوات بدأ النشاط يكبر إلى أن أتت سنة 2018 اللي ارتئينا بأن هذا القسم يعني لابد أنه يصبح مركز مستقل، وهذا اللي حصل. طبعاً المركز حفظ النعمة الآن هو عبارة عن مركز متكامل له عدة أقسام، له رؤيته الخاصة، ولله الحمد إحنا سنة عن سنة قاعدين نتوسع في نشاطاتنا. نعم. آلية توزيع نقول هذه الوجبات أيضاً وصولها لمستحقيها كيف؟ إحنا عندنا عدة أنواع من التبرعات، حتى الوجبات نفسها أيضاً في لها أنواع أو التبرعات الغذائية، في منها الوجبات المطبوخة وفي منها أيضاً الأغذية الجافة والمعلبة. هذه التبرعات توزع إما على الأسر المتعففة المدرجة داخل قاعدة البيانات الموجودة في مركز حفظ النعمة، أو على العمالة الوافدة. الأسر المتعففة غالباً ما يستفيدون من الأغذية الجافة والمعلبة، نتكلم عن العيش، السكر، الحليب، العصائر، اللحوم، ولكن أيضاً هم يستفيدون أحياناً من بعض البرامج الموسمية مثل برنامج إفطار الصائم اللي تشوفونه حالياً. عندنا وجبات إفطار الصائم توزع خلال شهر رمضان المبارك، حوالي 4000 وجبة توزع بشكل يومي على الأسر المتعففة وأيضاً على العمال الوافدة. طيب آلية التوزيع كيف؟ عندكم نعم. سيارات؟ هل هناك متطوعين أيضاً يأخذون بسياراتهم الخاصة؟ لما نتكلم عن آلية التوزيع في برنامج إفطار الصائم، عندنا يكون في شخص مسؤول عن عدة أسر أو عن عدد كبير من العمال يجي يستلم عنهم. طبعاً الإجراء هذا إجراء سويناه السنة هذه علشان قضية تحقيق التباعد، خاصة في ظل الظروف الراهنة اللي قاعدين نعيشها مع أزمة كورونا. فيجي هذا الشخص يوقع بتعهد بأنه راح يوزع على عدد معين، وبعدها هو بنفسه يقوم بإيصال هذه التبرعات. نعم. طيب المتبرعين من؟ المتبرعين احنا الله يسلمك عندنا جهات رسميه، يعني مثلا وزاره الاوقاف قامت مشكوره بتقديم عدد كبير من السلال الغذائيه اللي راح يتم توزيعها على الاسر المتعففه. عندنا ايضا افراد، هؤلاء الافراد تكفلوا بتوزيع عدد ايضا كبير من وجبات افطار الصائم طوال شهر رمضان المبارك، وايضا عندنا مؤسسه عيد الخيريه ايضا قامت بتكفل ايضا بعدد من وجبات افطار الصائم. نعم. طيب يمكن الان يحضرني سؤال، يعني البعض يقول ان احنا لما نتصل في حفظ النعمه احيانا يعني ما نحصل رد،
هل هناك ضغوطات عليكم؟ هل هناك طلبات كثيرة للتبرعات مثلاً ما تقدرون مثلاً تستقطبونها أو تحتوونها؟ الشيء المهم اللي لازم يعرفونه الأخوان المشاهدين بأن مركز حفظ النعمة هو مركز خيري غير ربحي، الإمكانيات ما زالت محدودة، وهذا مش عذر أخوي خليفة، يعني إحنا ما نبحث عن العذار، إحنا ما فتحنا هالمركز إلا علشان نقدم هذه الخدمة. المركز أحياناً عنده بعض الإمكانيات المحدودة، عندنا عدد قليل من الباصات، نحاول إن إحنا نشغل أكبر طاقة متوفرة لدينا. أحياناً بعض المتبرعين يكونون مثلاً خارج مدينة الدوحة أو في المناطق البعيدة، وهذول يصعب علينا أن احنا نصل إليهم. أحياناً كمية التبرع تكون قليلة، أنا ما أقدر أحرك باص على كمية قليلة، بل على العكس احنا نحاول نزرع ثقافة حفظ النعمة وإعادة توزيع فائض الطعام على المحتاجين من خلال يعني إرسال الرسائل التوعوية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز. نعم، بالنسبة للوجبات أنا لاحظت أخو يوسف اليوم هناك وجبات تأتي من مطاعم جاهزة، وأنت تتحدث أيضاً أن هناك بعض الوجبات التي تفرز، ما الفرق بين الوجبات التي تأتي من المطاعم وأيضاً الوجبات التي تأتي وتفرز في المركز؟ نعم، الوجبات اللي تجينا من المطاعم هي تكون عن طريق متبرعين، أحياناً المتبرع ما ينتظر لين ما يجي يسوي له عزيمة وبعدها يقوم بتوزيع الأكل الفائض اللي عنده، لا، هو إنسان حاب إنه يتصدق، حاب إنه يشتري كمية من الطعام، يقوم بالتنسيق المسبق معانا وبعدها احنا نوفر له الباص وناخذ هذه الوجبات ونعيد توزيعها. فائض الطعام طبعا هو يختلف نوعا ما، احنا نروح نتوجه الى المتبرع لكن نحدد له الكميه، عندنا معايير للاستلام، نروح لين عنده نقوم بفرز الطعام، ناخذ الصالح ونترك غير الصالح ونعيد توزيعه. طبعا خلال هذه الظروف اللي احنا قاعدين نعيشها اللي هي ازمه كورونا، احنا ما نستلم الا الاكل اللي لم يمس، فقط تطبيقا للاجراءات الاحترازيه. نعم، ايضا هل هناك اشراف صحي على هذه الوجبات في المركز؟ نعم نعم، العمال اللي عندنا في المركز كلهم عندهم شهادات صحيه، واحنا من بدينا شغلنا عندنا الاشتراطات الصحيه، مش من ازمه كورونا، لا، هذه من بدينا دائما يلبسون الكابات، القفازات، الكمامات، الباصات هذه اللي تشوفها كلها مفروشه بستانلس ستيل بحيث انه يسهل غسلها بشكل يومي، هذه تغسل بشكل يومي، ايضا حتى المركز نفسه، المخازن، المطابق، كلها يتم غسلها بشكل يومي. نعم، ابو عبد الله، شو اللي يصير ورانا؟ نعم، اللي قاعد يصير أبو أحمد هي آلية التوزيع اللي ماشيين فيها إحنا السنة، هي آلية باختصار نطبق من خلالها جميع الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف اللي إحنا عايشينها. السيارة ما تدخل لين ما نشيك على احتراز الخاص بالسائق، بعدها يدخل نشوف إيش الكمية حسب الاتفاق اللي هو مع مركز حفظ النعمة اللي راح يستلمها، يوقع بالتعهد على إيصال هذه الكمية للمحتاجين، وبعدها يستلم الأغراض ويتوكل على الله. أبو عبد الله، أنا أعرف يمكن ويمكن المشاهدين ما يعرفون أنك أنت موظف في إدارة أخرى، لكن يعني تطوعت ويعني اجتهدت في هذا المركز وأنت أحد المتطوعين، تكلم لي عن هالنقطة. والله يعني موضوع التطوع هو شرف صراحة، خاصة في المجال الخيري، وموضوع التطوع ما في شك أنه ينمي العديد من المهارات والقدرات، وهذا الشيء ما في شك أنه ينعكس بالإجابة على المتطوع نفسه، فلذلك يعني أنا دائما أنصح أي شخص أنه بمجرد أنه يلقى له فرصة للتطوع لابد أنه يبادر. سيد يوسف عبد الله الخليفي، مسؤول العلاقات العامة في حفظ النعمة، شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير. ما قصرت، وجعلها في ميزان حسناتكم. آمين، جزاكم الله خير. انتهت حلقتنا اليوم، انتظرونا يوم القادم بإذن الله في نفس الوقت، ومع السلامة.